السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد، حلقة جديدة دقيقة عن السونار مع في حملك مع دكتور هيثم عارف. والصراحة النهاردة عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا. يا ترى امتى نطمن على مخ البيبي؟ برضو لو جات لي أسئلة كتير عليه جدا، ايه احسن وقت نطمن فيه على المخ بتاع البيبي او نشوف المشاكل اللي ممكن تواجهنا بالنسبة للمخ؟ فبقول ان يمكن معلومة مش شائعة جدا عند الناس، بس الاكتمال خالص التام للمخ بتاع الجنين في الشهر السابع، وبالتالي ممكن حضرتك تجيلي في الشهر الخامس واطمنك اقولك البيبي كويس ما فيهوش مشكلة. بس بنصح الناس انها تجيلي كمان مرة في الشهر السابع، الاسبوع 27 ل 28، عشان نكون استبعدنا كل المشاكل المخية. فاكتمال المخ بتاع البيبي ان شاء الله يكون في الشهر السابع. دمتم بكل خير.